شخصيات ثقافية وفنية منحت الكثير للفكر والفن الجزائري كانت على موعد الأمس مع لحظة التقدير والامتنان عند تسلمها وسام الاستحقاق الوطني نظير ما قدمته في إثراء الثقافة الإنسانية والجزائرية والتعريف بها. نقف اليوم تحت رعاية كريمة من قبل فخامة رئيس الجمهورية المجاهد عبد العزيز بوتفليقة أمام قاماتنا العلمية والفكرية والثقافية لنسجل في دقائق معدودات تحية عرفان وتقدير لما قدموه طيلة سنوات. رئيس الجمهورية أسدى وسام وصف الاستحقاق بدرجاته ورتبه المختلفة للعديد من الأسماء الراحلة والأسماء التي لا تزال تواصل عطاءها غير المشروط في سبيل إعلاء مكانة الفكر والفن الجزائريين. كنا فرحانين بهذا التكريم بزاف أنا وخويا طه العامري، سيرتو جا في لا فان لا كارير ديالنا، سما سي شغل ان بري دو فان دو كارير. نحتاج ميداكي داين ينهان، لكن اللي سلمو فنان اكثر بايا، خاطر الساقي باش يظلين، انا عطاش لعباد اخرين انا، في بورا غلقنت، وثورة مع بلا تسق المزيني قلان أتس بودي غان أتس بودي كسان أتس نشي ما تتسقلين أكل زدي. مراسم التكريم شهدت أيضا تقليد الشاعر المصري أحمد عبد المعطي حجازي وسام الجدير إلى جانب كل من المخرج الفرنسي الراحل غوني فوتيه وشيخ الناشرين العرب التونسي الحبيب اللمسي اللذين أسدي لهما وسام الجدير بعد الوفاة عرفاناً بالإسهامات الثمينة المقدمة من طرف هؤلاء في التعريف بتاريخ الثورة الجزائرية. هذا التكريم يمثل لي الكثير لأنه صادر كما ذكرت حضرتك من أعلى مقام في البلاد، ولأن هذا المقام العالي هو أيضاً صادر عن بلد كانت له في تاريخ البشرية الحديث بطولات. اليوم احنا فرحنا برشا ان تكون الجزائر اول بلد اللي قام بتكريم المرحوم، اول بلد واول دولة نظرت للشيء اللي عملوا للثقافة العربية وللتاريخ العربي صحيح. فرحان كثيرا أن هؤلاء اللي خارجين على الوطن موجودين، أكثر مما فرحتي أنا وفرح أخي البروفيسور شيبان. يعني إحنا بالنسبة لنا إحنا كما يقولوا خبز العيد، لمزية الخبز العيد هذه، ولكن بالنسبة لهؤلاء إحنا نشعر باعتزاز أن الجزائر تفكرتهم وراهم معنا. الناس اللي سبقونا الأمير عبد القادر الشيخ بو عمامة والشيخ الحداد والناس اللي سقطوا يوم 8 مايو 45. حفل التكريم أعرف عرض أوبريت الفجر والمقصلة التي عادت بذاكرة الحضور إلى حياة ونضال الشهيد أحمد زبانة، حيث أبدع الممثلون في خلق جو فني فائض بمشاعر الوطنية والامتنان لكل من قدم روحه فكره أو فنه عاقدا العزم أن تحيا الجزائر.